حيد التجلي أو حيد رش الماء من الأعياد القديمة للكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية، وأن هذا العيد يتم الاحتفال به في الشوارع. هكذا يبدأ اليوم في يريفان في يوم رش الماء. مسبقا يبدأ التهيئ لهذا العيد وخصوصا في الروضات، فيبدأون الأطفال بتهيئة دمى خاصة ويغسلونها بالماء. في المدينة يوم سعيد قرب مصادر المياه والأحواض والشوارع والأرصفة والأزقة. وفي هذا اليوم تقوم بلدية يريفان بإيصال الماء وبشكل وفير بواسطة سيارات إلى معظم الأماكن لغرض استمرارية الاحتفالات. وفي كثير من المناطق مع الماء كانوا يوزعون الدلو الملون. الاحتفال بهذه الدمى تعتبر مشاهد من الاحتفالات القديمة. ففي منطقة إيريفون احتفلوا وبالأسلوب الذي كانوا يحتفلون فيها قديما، بالأغاني والرقصات والألعاب البهلوانية. وهكذا احتفلوا بالزهور أيضا والفاكهة الوفيرة، وكذلك كانوا يطلقون الحمام لذكرى النبي نوح حيث استقرت سفينته على جبل أرارة. وفي الكنائس أيضا بعد انتهاء القداس الخاص بعيد التجلي يخرجون ويبدأون برش الماء في باحة الكنيسة. في هذا اليوم السعيد لا يوجد غضب، الكل يكون سعيدا والكل يكونون متهيئين لأن ينالوا نصيبهم من الماء، والكل يكونون متهيئين لرش غيرهم بالماء. وفي المناطق ينتظرون السيارات التي تنقل الماء ويستقبلونها بالأغاني والرقصات الشعبية. أترككم مع بعض المشاهد من الاحتفالية بهذا اليوم الجميل والذي يصادف يوم 19 تموز من عام 2017. وأن أعجبكم التقرير نرجو المشاركة ليصل إلى أكبر عدد من أصدقائنا ومتابعينا، وانتظرونا في تقارير قادمة. قرارات السياحة.